القدير يوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ والجمع المشهود يوم الغدير بك الإسلام قد شرفا بك الوصي بأمر الله قد عرفا يوم الغدير بك الإسلام قد شرفا بك الوصي بأمر الله قد عرفا يوم هو العيد في زهو وفي ألق عنه قتام الدجى قد زال وانكشفا أفنى له القلب ما ضمت سرائره واستغرق الحب في أرجائه دنفا والكون أصغى لصوت جل ناطقه وعنده مسمع التأريخ قد وقف مذ أوقف الركب في خم وأنزله مذ أوقف الركب في خم وأنزله وأرجع القوم واستدعى لمن خلفا وخاطب الجمع من أولى بأنفسكم وخاطب الجمع من أولى بأنفسكم قالوا بلى لسواك الأمر من صرفا فقال من كنت مولاه فحيدرة مولا له وبها المختار قد هتفا فقال من كنت مولاه فحيدرة مولا له وبها المختار قد هتف قد أكمل الدين في إتمام بيعته حين ارتضته السماء للمصطفى خلفا قد أكمل الدين في إتمام بيعته حين ارتضته السماء للمصطفى خلفا فهو الذي نذر النفس لبارئها في ليلة جفنه عند السيوف غفا وهو الذي فرق الأحزاب مندفعا نحو الحمام كنفخ الصور مذ عصفا وهو الذي فرق الأحزاب مندفعا نحو الحمام كنفخ الصور مذ عصفا وفي حنين وفي بدر وفي أحد كم روع الكفر والأرواح قد خطفا وفي حنين وفي بدر وفي أحد كم روع الكفر والأرواح قد خطفا ورأس مرحبا مذ أبليت مسرعه وذو الفقار على أبدانه انتصفا ورأس مرحبا لما قد هامته وذو الفقار على أبدانه انتصفا فعاد مبتشرا والنصر يقدمه من بعد ما جبنت أذيال من سلفا فعاد مبتشرا والنصر يقدمه من بعد ما جبنت أذيال من سلفا وهل يليق بها إلا أبو حسن نصر مبين به الكرار قد وصفا وهل يليق بها إلا أبو حسن نصر مبين به الكرار قد وصفا يا آية في سماء المجد بارقة وفي الوجود هلالا قط من خسفا وكل عين إلى مرآك شاخصة ومن غديرك كل الخلق قد غرفا ويا سابق الدهر والأيام ماضية يا سابق الدهر والأيام ماضية تعدو صراع الخطى كي تبلغ الهدف جاوزت دهرك في فضل وفي رتب فكم بها العقل والألباب قد كلفا
جاوزت دهرك في فضل وفي رتب، فكم بها العقل والألباب قد كلفا وتقتفي كالورى هديا ومعرفة نحو الجنان بدرب قط من حرفا. فلا رياء ولا شكا يساوره ولا يداهن أهواء ولا زيفا. ما مر ذكرك في عصر وفي زمن، ما مر ذكرك في عصر وفي زمن إلا تباين فيك الرأي واختلفا. ما مر ذكرك في عصر وفي زمن إلا تباين فيك الرأي واختلفا. فأنت من ظهرت كبرى معاجزه حتى ملأت بها القرآن والصحف. فأنت من ظهرت كبرى معاجزه حتى ملأت بها القرآن والصحف. فهل لمجدك أقران تناهضه يا من ملكت العلا والمجد والزلفا؟ وهل لذاتك إلا المصطفى بلغ؟ وهل لكنهك إلا الله قد عرفا؟ فارحب بها فلك الدنيا مسخرة. وهل لكنهك إلا الله قد عرفا؟ فهل لمجدك أقران تناهضه يا من ملكت العلا والمجد والزلفا؟ فهل لمجدك أقران تناهضه يا من ملكت العلا والمجد والزلفا؟ وهل لذاتك إلا المصطفى بلغا؟ وهل لكنهك إلا الله قد عرفا؟ فارحب بها فلك الدنيا مسخرة واصعد بقدرك من أركانها الشرفا. فارحب بها فلك الدنيا مسخرة واصعد بقدرك من أركانها الشرفا. إنا على العهد يا يوم الغدير فدع تلك القلوب التي قد أصبحت غلفا. إنا على العهد يا يوم الغدير فدع تلك القلوب التي قد أصبحت غلفا. هم أجحفوك على علم ومعرفة، هم أجحفوك على علم ومعرفة، فأي حق كهذا الحق قد جحفا؟ ما بالهم وصحاح القوم قد ملئت من الأدلة ما قد راق بل لطفا. ما بالهم وصحاح القوم قد ملئت من الأدلة ما قد راق بل لطفا. سلوا ابن ثابت حسانا ليخبركم ما صاغ شعرا بروح القدس مؤتلفا. سلوا ابن عباس إن شئتم وسعدكم، أما ابن مالك إياكم وإن حلفا. أنس ابن مالك أنكر بيعة الغدير حينما أتوا إليه ليذكرونه بالبيعة، قال لقد هرمت وإنسان ياه الزمن. سلوا ابن عباس إن شئتم وسعدكم، أما ابن مالك إياكم وإن حلفا. ودونكم أقرب الأصحاب قولته بخ بخ وله بالإمرة اعترفا. سلوا البخاري عن فحوى روايته ومسلما، وسلوا الأتباع والسلف، فليس بالقوم من ينفي ولايته، فليس بالقوم من ينفي ولايته سوى الجحود ومن أغضى ومن نكفا. لا تنكر الشمس إلا العين إن عميت، ولا الحقيقة إلا الحقد إن صدفا. هذا سبيل الهدى إن كنت تابعه،
وهذا سبيل الردى للمرء إن عطفا، مولاي فامض بنا دنيا وآخرة، أنت السفين إذا ريح النوى عصفا، والعذر إن جنحت نفسي وقافيتي، وأنشدتك مديحا رمته شغفا، قد أخلصت حين أهدتك مودتها، واسترسلت ببيان بالولاء صفا. هذه حروفي والأعذار تسبقها، وأنت من يقبل الأعذار والأسفا. وغاية الأمر نرجو حسن قاقبة عند الممات، ووصلا يبلغ النجفة. هذه حروفي والأعذار تسبقها، وأنت من يقبل الأعذار والأسفا. وغاية الأمر نرجو حسن عاقبة عند الممات، ووصلا يبلغ النجفا. هذا وصلى الله على محمد.